القانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واجعة بين يدي البشرية، وعليها أن تعمل جاهدة لكي يحيا ويفعل وينفذ، لأنه الآلية الأساسية للوصول إلى السلام الدولي. في هذا الإطار جاء تأسيس إحدى المنظمات الدولية للأمن والسلم الدوليين لحماية وتفعيل القانون الدولي الإنساني والسلام العالمي. إنها تسعى لنشر ثقافة السلام العادل بين الأمم وإرساء قواعد السلام والأمن الاجتماعي بين البشر ومحاربة كافة أشكال التمييز العنصري، كما تعمل من أجل وجود بشري يعيش في ظل المساواة الإنسانية والعدل الاجتماعي. نتكلم عن الشباب ومش البطالة، بنقول انه ما تديش فرصة نفسك انك تفضل قاعد في البيت تبكي على الاطلال وتقول انا حظي وحش انا ما اشتغلتش، لا انزل وشارك، شارك مشاركة مجتمعية. في منظمات حقوقية كتير جدا هدفها الاساسي خدمة الانسانية، خدمة المجتمعات، انزل وشارك وبدون ربح، وصدقني هتاخد خبرات كبيرة جدا جدا في انك بعد كده لما تبتدي تشتغل في وظيفة يبقى عندك خبرة في التعامل مع الناس، في ادارة الموقف، في انك تاخد قرارات. فدي نقطة احنا بنقولها النهاردة. هنتكلم على المنظمات الحقوقية وازاي ممكن يكون دورها كبير جدا في المجتمعات، اذا كان بنتكلم قلنا على رفعة مجتمع من اخر، بنقيس مدى تحضر مجتمع، فكمان وجود المنظمات دي هي وحدة قياس جيدة جدا تقول المجتمع ده متحضر ولا لا، المجتمع ده بيساعد بعضه ولا لا. في الحقيقة مجالات كتير قوي، مش بس فلوس ومش بس اكل وشرب، الموضوع اكبر من كده، موضوع ليه علاقه بالتعليم، ليه علاقه بالمساندات النفسيه والمعنويه، وطبعا اكيد الماديه. النهارده هنتكلم على منظمه من المنظمات الحقوقيه دورها في مصر، والحقيقه ليها نشاط كبير جدا، الناس اللي بتشتغل هناك بتشتغل يعني بدون ان تبحث عن ربح، بدون ان تبحث عن فايده، غير حاجه واحده بس، هي مصلحه المجتمع. النهارده معانا الدكتوره هند ماجري، رئيس مجلس اداره المفوضيه لاحد المنظمات الخاصه بالامن والسلم الدوليين. اهلا بحضرتك. أمريكا. حضرتك اصلا تونسيه وعايشه في امريكا، في لوس انجلوس، المفروض انها المنظمه الام هناك موجود. معانا كمان الاستاذه سماحه علي محمد، رئيس المفوضيه في مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ومعانا الاستاذ الدكتور الشحات بسطويسي، المسؤول عن حمايه البيئه والتربيه والتعليم في المفوضيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني اولا عايزين يعني ناخد فكره اصلا عن المنظمه، عن بشكل عام المنظمات الحقوقيه دورها ايه الحقيقه، لان في بعض الاحيان بيختلط علينا الامر، وفي بعض الاحيان بتوصل رساله. بعض المنظمات الحقوقيه للاسف لعبت دور سيء في الفتره اللي فاتت وتحديدا في مصر، انه وصلت صوره سيئه للعالم بره عن الاحداث في مصر على انها انتهاك لحقوق الانسان وغيره. فعايزين نعرف بشكل عام المنظمات الحقوقيه دورها ايه. احنا يعني هدفنا في نقدم اهم حاجه الامن والسلام ومساعده الانسان من كل ناحيه، يعني ما لناش دعوه ولا بجنسيته ايه ولا لونه ايه ولا ملته ايه، يعني بشر انسان يعني عايز مساعدة. احتياجاته ايه بشكل بصفة عام؟ لو عايز تتكلمي تونسي انا عارفة ان الموضوع ممكن يكون اسهل. لا انا مش كويس تونسي على فكرة، انا مصري، انا متجوزة مصري وعايشة في حياتي في مصر، عشان كده الاكلة المصرية بتاعتك كويس جدا. انا مصرية اكثر من تونسية. طب كويس قوي، حاسة انك انت قلقانة لكن انا يعني مش عايزاكي تبقي خلاص، انت على ما اعتقد بقيتي مصرية رسمي بتتكلمي مصري كمان كويس جدا. فانا سعيدة بوجودك طبعا. الله يخليكي، شكرا، ده من كرمك ومن اخلاقك. فهدفنا الوحيد زي ما قلت لك مساعدة الناس، يعني اهم شيء عندنا لا بيهمنا اهم حاجه لا لينا في السياسه ولا لينا في الدين. كويس جدا. احنا كل اللي بيهمنا يعني هدفنا الوحيد رساله ان بنساعد اي انسان محتاج. زي يعني اول ما ابتدينا دار المسنين، الاطفال اليتامى، دار الاحداث، يعني كمان خدنا معنا البارح رحنا على المنيا كان معنا شيخ من الازهر وكان معنا اسيس، وطلعنا عزينا الاخوان اللي في مذبحه ليبيا، اهالي الشهداء اللي كان في ليبيا، وقدمنا لهم شهادات ورمز بسيط وحاجه بس حاسين ان احنا عايشين معاهم، ان احنا شاركناهم حزينهم، في نفس الوقت عرفناهم ان ما فيش فرق لا بين مسيحي ولا بين مسلم، ان كلنا واحد،
وزي ما بقول لك الله هو وطن لكل الديان ولكل لكل الناس. ده السبب يعني، هدفنا الوحيد هو انساني قبل كل حاجه. لا من زي ما بيقولوا لا منتظرين من حد حاجه، ولا عايزين شهادات من حد، ولا عايزين مرتبات من حد. احنا بنعمل حاجه انسانيه. كل اللي بنعمله من مالنا الخاص، ما طلبناش من حد حاجه. فهدفنا كل الناس، مش الموضوع يبقى معونات من اللي عايز يقدم باي اللي عايز يقدم واللي عايز يساعد واللي عايز، زي ما بيقولوا ابتدي بنفسك. لو انت ابتديت اكيد حد هيشاركك وحد يعني. انا مش هنا بس، انا بعمل في ايطاليا، في امريكا، عندي 10 سنوات بتبرع، عندي الكانسر، عندي اطفال فلسطين، عندي 56 57 بيتخصم من شيكي من مرتبي في امريكا. انت متبرعه بانه فلوسك تبقى رايحه لجزئيه معينه بتخدم كويس جدا. ده ممتاز. فده بيريحني نفسيا يعني، طالما ربنا مديني ليه ما اعملش حاجه، ليه لا. كويس قوي. وحتى لو كانت المساعدات دي، احنا مش بنقول ان لازم واحد يبقى غني قوي عشان يقدم مساعده. لا. انت باي امكانيات هتقدر. لا، حاجه بسيطه بالظبط هتسعد اللي جنبك، ومع المجموعات بتفرق. طبعا لما ايد بيقول لك ايد واحده ما تصفقش. لو كل واحد فكر في جزء يعني، ممكن جنيه واحد ما يديهوش قيمه، بس لو جنيه مع جنيه مع جنيه مع جنيه هنعمله حاجه. صحيح. يمكن حضرتك وحضرتك بتقولي احنا ما لناش دعوه بالسياسه ولا لينا دعوه بالدين، ده اهم حاجه. لكن الحقيقه انك انت لما بتخدم المجتمع، بنخدم المجتمع، هو بيصب في النهايه في السياسه وفي الدين، وفي انه بيخدم المجتمع بشكل عام. انت يعني الاستاذه بتقول انكم سافرتوا المنيا ورحتوا هناك وشافوا ناس، ويمكن دي رساله غير مباشره ان مفيش حاجه اسمها مسيحي ومسلم، مفيش طبعًا حاجه اسمها تفرقه. فعايزين نقول ان ازاي ممكن خدمات زي دي هي في النهايه بتصب في خدمه وطن، وبالتالي في النهايه برضو بتخدم المجتمع بشكل عام، بتوصل رساله سلام. انا مع حضرتك ومع كلام الدكتوره، وانا ليا تعقيب على حقوق الانسان وحقوق الانسان في العالم العربي كله. وللأسف الشديد الناس فهمها بمفهوم يختلف تماما عن المنطق اللي المفروض يسود في مصر. هو بيطالب بحقوقه، طب يا ترى هو أدى واجباته؟ بالطبع لا. أنا المفروض حقوق الإنسان علي واجبات، أو ليا حقوق وعليا واجبات، أعمل الواجبات اللي عليا الأول وبعدين أتكلم في الحقوق. إحنا مع المجموعة كلها، مع الأستاذة سماح والدكتورة هند، كانت عملوا فكره جيده جدا. عفوا. اللي هي ابدا بنفسك. يعني انا عايز اشتغل على ارض الواقع، بلاش فضائيات، وبلاش ان احنا نقعد منتظرين تمويل من حد. لا، زي ما الدكتوره قالت، لو كل واحد جمع جنيه من جيبه الخاص او اي حاجه، هنبص نلاقي هنزل لطفل يتيم محتاج لبس، محتاج ادوات دراسيه، محتاج حاجه، هضيف له بسمه، هعمل له حاجه كويسه. لو انا رحت الانسان مريض خففت عنه، او جبت له رشيده علاج بسيطه، اكيد برضو انا ساهمت في حاجه كويسه. فاحنا شغلنا من ضمن الحاجات اللي احنا يعني الحمد لله بنمشي فيها، ان احنا شغلنا على ارض الواقع. مش عايزين فضائيات او تلفزيون، مش عايزين معونه من حد، ولكن عاوزين نوصل رساله للعالم كله، وخاصه للشعب المصري العظيم، ان احنا بنحب بلدنا جدا، ونفسنا نعمل حاجه كويسه جدا لمصر ان شاء الله. كويس جدا. يعني استاذه سماح، انا يعني سبت حضرتك للنهايه في اول سؤال كده معانا، على اساس تقوليني انه مش كل المنظمات الحقوقيه واحده، واحنا لازم نبقى فاهمين كده كويس. طول عمرنا لما زمان كنا نسمع ان في منظمه حقوقيه، كنا نقول دي اكيد حاجه كويسه، واكيد بتطالب بالمساواه، واكيد. لكن الحقيقه زي ما قلت يمكن في التقديم، انه في منظمات حقوقيه لعبت دور عكسي، بقت بتشوه سمعة دولتها فعلا، وبتتكلم عليها بشكل سيء جدا، وبتدي انطباعات سيئة. وهم مرجعيتهم في الدول الأوروبية دي بعض المنظمات الحقوقية اللي للأسف الشديد بتوصل صورة خاطئة. فعايزين نفرق ما بين منظمة، إمتى أنا أثق في منظمة، وفي منظمة أقول لا دي ليها أهداف مغرضة. والمواطن المصري العادي أو المواطن في العالم كله يعرف إزاي إن دي منظمة حقوقية هدفها الخير، ومنظمة حقوقية ليها أهداف أخرى. عشان اقدر افرق ما بين منظمه الهدف بتاعها فعلا خير وبتسعى لاهداف نبيله، ومنظمه تانية القصد منها كله بتوصل رساله سيئه للعالم كله، الشغل على ارض الواقع. احنا حاولنا خلال المنظمه نبعد خالص فكره الابواب المغلقه، يعني مش هنبقى قاعدين ونوصل رساله واحنا قاعدين والابواب مغلقه، لا، احنا بننزل في سياسه طرق الابواب، هننزل في وسط الشارع، ابتدينا ان احنا نروح في اكتر من محافظه على اساس ان احنا نقدم الشغل بتاعنا.
احنا عندنا هدفين رئيسيين في المنظمه. اول حاجه نشر ثقافه السلام. تاني حاجه المساعدات الانسانيه. طب خلينا في اول حاجه. بتتم ازاي؟ يعني لان دي الحقيقه عنوان رائع، لكن لما تيجي بقى تطبقيه بيتم ازاي؟ يعني نمسك نقطه نقطه كده. نشر والله السلام. هو ممكن يعني احنا عملناه من خلال حاجتين. بدانا باولها اللي هي بيت العيله. احنا هنعمل يعني في تعاون ما بيننا وما بين بيت العيله المصري. كويس. طبعا احنا عارفين كلنا بيت العيله المصري بيضم الازهر والكنيسه. تمام. وبالتالي من خلاله بنقدر نوصل رساله السلام بشكل سليم وواضح. واول حاجه عملناها ان احنا نزلنا، احنا كنا امبارح في المنيا. هي مش المشكله الدعم المادي، لا، ده احنا كان في دعم نفسي فوق الوصف. فرحوا بينا، كانوا سعداء جدا 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 فوق الوصف. رغم خوفهم بجد، بس حسوا ان البلد فاكراهم، البلد حاسه بيهم. بل بالعكس، احنا كمان ابتدينا ان احنا هنعمل تقرير عن الحالات اللي موجوده كلها، على اساس نقدر ايه امكانيه المساعده ليهم، وايه ازاي نقدر نقدم لهم مساعده. دي رساله واضحه جدا للسلام. لما حبينا نروح اخذنا اهم قطبين موجودين عندنا، الكنيسه والازهر، الشيخ عبد الرحمن. وبالفعل فعلا قدرنا ان احنا نوصل الرساله بشكل واضح جدا، وما همناش التعب السفر. الكل كان مبسوطين. معقول انتوا رحتوا المنيا، انتوا هتروحوا الصعيد والناس روح. ايه رحنا وقدرنا ان احنا نستحمل مشقه السفر والتعب عشان نقدر نعمل حاجه، نرسم بسمه. طيب. بسيطه. يعني دي قلتي لي كده بتوضحي فكره رساله السلام وبتنشريها. دي حاجه. دي حاجه ثانيه، من خلال الندوات والمحاضرات والدخول في وسط الشباب وفي المجتمع، هنقدر ان احنا نوصل رساله بتاعتنا اللي هي نشر ثقافه السلام ونبذ العنف. المؤتمرات او الجلسات اللي بتعملوها دي بيتم الاعلان عنها مثلا على الويب سايت، على فيسبوك؟ عاملين سايت ليكم، سايت على الفيسبوك باسم المنظمه بكله، لانه الحقيقه مهم قوي ان الناس تبقى عارفه ان في منظمات وازاي يشاركوا، لان دي اهم حاجه في الموضوع. بالظبط. هو عامه المفوضيه اللي موجوده في مصر لسه ما بلهاش وقت بسيط، ولكن عملت في فتره بسيطه جدا انجازات. احنا 25 على مستوى ال 25 يعني منظمه على مستوى العالم. نزلنا لدار المسنين في عيد الام، نزلنا دار الايتام، غير كده ان احنا دلوقتي بنتبنى فكره اطفال الشوارع. ويعني نزلنا الاحداث، والاحداث طبعا بيبقى فيها الايداع واطفال الشوارع، بنعرف هننزل الشارع هنشوف الناس دي احتياجاتها ايه، ايه اللي يخليه يسيب بيته، لان في كتير من اطفال الشوارع ليها بيت وليها اسره، ولكن هي عايزه تقعد في الشارع. ليه؟ تكسب احسن. بالظبط. في حريه اكتر. في طب احنا نشوف ايه السبب، ازاي ممكن نشغلهم بشكل نقدر يعني ايه السبب نخليهم يفضلوا الشارع عن البيت. يعني ده معناه انكم كمان بتعملوا ابحاث، يعني الموضوع بس مش بيبقى رد معنا فعل، فريق انتوا بتدوروا على معانا فريق كل واحد مختص. طب اكمل مع حضرتك يعني استاذ دكتوره هند. يعني الاستاذه سماح قالت كذا نقطه مهمه جدا، فكره نشر السلام، فكره ان في محاضرات بتتعمل علشان تبقوا في وسط الناس، كمان في ابحاث. فكلمينا، وانا عارفه انك انت عايز تتكلمي عن امبارح المنيا، لان واضح ان زياره المنيا اثرت عليكي بشكل شخصي يعني. فممكن ما نمتش بعد ما شفت المنظر. والله العظيم ما نمت. يعني طبعا هو مصر فيها مناطق يعني محتاجه مد يد المعونه، مش بس على المستوى المادي زي ما حضرتك قلت. لما الراجل ده اللي ذبحوا له واولاده الاثنين، لما قدمنا الشهاده قالوا مش موجود، فقال تعبان في بيته، فانا قلت لهم سرينا ان احنا نروح له بيته. بعد ما كملنا معاه في الكنيسه رحنا له لبيته. انا لما شفت الموقف مش قادره، مش صعب بتأثر. يعني هو الميزه اللي احنا بنقولها انه ما تبقاش هوجه والناس كلها تتعاطف، ويبقى سالنا عليهم شويه وسبناهم، لان الحقيقه ده للاسف الشديد بقاله سنين طويله بيحصل، او طول عمره بيحصل، ان احنا كلنا بنتحمس شويه كده وبعدين نقف معاهم، وكلنا على الفيسبوك تبص لقي ناس كلها متاثره، وبعدين فجاه. بس لا، لازم تكون لازم كويس ان تواجدكم معاهم بشكل مستمر. انا جايه من امريكا عشان الموضوع ده، من يوم ما حصل الموضوع ده خدت عهد على نفسي اني لازم اوصل الصعيد. امبارح
جوزي من امريكا، بنت من ايطاليا، بشكل عام كلهم بيتصلوا يقول لي رحت الصعيد وتليفونات خسلت الشحن خلص عشان طريق طويل وصممت اني اروح. فاللي عنده رساله عايز يعمل حاجه هيعملها. لكن انت حسيتي ان في مخاطر؟ حسيتي ابدا؟ وايه اللي خلاني انا جيت بقول لك جيت من امريكا مخصوص؟ ما هي دي نسبه الدعايه السيئه للاسف الشديد اللي بتحصل بره في الخارج. هقول لك حاجه استاذه ريما، لو ربنا كاتب لي ان انا اموت صدقيني، لو في البيت، لو في الشارع، لو انا بسوق، لما يجي لكل اجل كتاب، لما تيجي ساعتي ساعتي. انا من نوع لما عندي هدف. بس انا عايزه اقول لحضرتك برضو انها يعني هي طبعا حضرتك بتقولي ده ممتاز جدا وكويس انك مؤمنه بيه، ويمكن هو ده اللي بيعمل لنا كمان دعايه جيده خلال الخارج. لما ترجعي تقولي ما لقيتش فيه مشكله وبالعكس الناس هناك طيبين ومحدش عمل لنا مشكله، يا جماعه الدعايه اللي وصلت لكم ان مصر فيها مشاكل كتير دي دعايه سيئه، انت كمان بتعملي نوع بطريق غير مباشر انك بتعملي انه بتوصلي الحقيقه لبره. انا خدت خليت ابونا عمل ابحاث عنهم واخداها ورايحه الامم المتحده لما ارجع، وخدت الصور وصورتهم فيديو لازم اوصل صوت ده للامم المتحده عشان يساعدوهم. فدول عايزين مش مساعده، واقول لك مال يعني. انا شفت دول لا ليهم في الصناعه ولا ليهم في التجاره، بس اللي انا شفته انهم يعني ممكن تجيب لهم اجهزه مكان او يعني ممكن تجيب لهم لا بقرة. يعني احنا فكرنا في مشروع بقره واسمها يعني لا احنا فكرنا ان احنا احنا لو ادينا دعم مادي، لو ادينا جنيه 2 10 مليون كله هيخلص. نعمل ايه؟ الناس دي كانوا رايحين يدوروا على لقمه العيش بقره فنعمل ايه؟ لازم مشروع، والمشروع يبقى مستمر يجيب دخل. فطبعا هم ليهم في الزراعه في المنتجات الحيوانيه والحاجات دي، فاحنا فكرنا ان شاء الله في الفتره اللي جايه إن شاء الله. هنقدر من خلال الابحاث هنقدر نعمل لهم ايه. ده مش هم بس ان شاء الله، احنا طبعا رحلتنا في الصعيد كانت مش يعني مش هروح بس عشان اتفرج عليهم مستحيل يعني واخسر تذكره واروح. في دعم كتير ان شاء الله باذن الله. فبقره ممكن تعرفي تجيب لهم لبن، تجيب لهم جبن، وتجيب لهم يعني ممكن تبقى عاملين مشروعات صغيره لحد يعني عليها ممكن تعيشها. فاهمه ازاي؟ ممكن تعيشها توصل ان هي المنتجات صحيح. الحيوانيه أيوة ممكن توعي كويس جدا. طب دكتور شحاتي يعني هنكمل مع حضرتك، احنا قلنا بنوصل رساله سلام، قلنا بنعمل محاضرات، قلنا بنوعي الشباب، يعني في انواع مختلفه. حضرتك مسؤوله عن البيئه وعن التربيه والتعليم، والحقيقه دول يعني حاجات مصر محتاجاهم وبشده في الفتره القادمه. يمكن البيئه احنا ثقافه البيئه عندنا لسه صغيره او باديه يعني تقول بسم الله الرحمن. ثقافه البيئه، وانا طبعا من محافظه ريفيه، محافظه كفر الشيخ، عندنا مشهورين بزراعه الارز وزراعه القش، وللاسف الشديد احنا عدنا بنكسل دلوقتي ونحرق اللي هو القش بتاع الرز. قش الرز وقش القطن والحاجات دي، فبيعمل سحابة دخان كبيرة جدا وبيأثر. احنا بنفكر ان شاء الله نعمل مشروعات اللي هو بنعمل يا اما دراسة القش او كبسه نستغله في مشروعات اللي هي بناء وتعمير. ده انا عارفه انه في حاجات زي براءات اختراع ان ازاي ممكن يستغلوها في انهم يستعملوها في بناء، في حيطان، في حاجات مهمه يعني. لا احنا كمان في دلوقتي في مزارع كتير جدا في الاماكن بيحتاجوا في وقت معين القش ده لعلف المشي. احنا يا اما هنكبسه يتعمل مشروع زي ما كانت الدكتوره والاستاذ سماح بيقولوا، ان احنا نعمل مشروع ننزل مكابس تكبس القش او تدرسه ونشوف اللي هي المزارع ديت نقدر بعض الشباب يورد لهم القش ده ويورد لهم، هيبقى وفرنا حاجه علف او اعلاف للمشاه، ونهينا ان احنا نولع فيه بحيث ان احنا يعني نتفادى ان احنا نلوث البيئه بأشكال مختلفة. نتفادى تلوث البيئه. كويس جدا. ده في مجال البيئه. التربيه والتعليم. مجال التربيه والتعليم انا محتاجين تنميه مهنيه في مدارس كتير، ومحتاجين مهنيه. الحمد لله اتعملت وزاره للموضوع ده. التنميه المهنيه. بس احنا عاوزينها بقى تنميه مهنيه مستدامه. يعني زي ما حضرتك بتقولي احنا شعب انفعالي. بمعنى ان انا وقت الحدث اكثر انسان على وجه الارض سائر. الحدث انتهى ونمت وقمت الصبحيه كان شيئا لم يكن. فاحنا عاوزين نعمل تنميه مهنيه. يعني انا كشخص سافرت انجلترا في بعثه تعليميه كانت اسمها قياده وسيطه. انا سافرت رحت البعثه خدت شهرين في عين شمس وشهرين في انجلترا ورجعت ما حدش قال لي انت فين لغايه دلوقتي.
فانا لكن هل حضرتك كنت اصلا قايلهم انك مسافر يا فندم ده باسة تعليميه تبع وزاره التربيه والتعليم 660 لم يتم استغلال الخبرات بتاعتك اللي حضرتك رجعت بيها؟ تقاعد 660 واحد تم تدريبهم وتم تكلفه الدوله مبالغ رهيبه جدا. الكلام ده كان الدوله ما كانتش طبعا على حساب من 2003 ل 2007 تكلفه رهيبه جدا. وحضرتك حسيت انك استفدت فعلا؟ انا استفدت. حاجات بتبقى بعثات كده شكليه. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، انا جات لي فرصه ان انا اقعد في انجلترا، لكن حضرتك رفضت. فضلت ان انا ارجع بالاكشن بلان بتاعي ان انا اعمل حاجه في مصر. كويس. ونفسي اعمل حاجه، نفسي اطور في التعليم. وكان ليا صديق الدكتور محمود أرز بيشوف لي حاجات على الفيسبوك، فقال لي انت كويس وانا عايزك تبتدي من رياض الاطفال، نبتدي نحط سلوكيات ونبتدي نحط ثقافه جديده. على فكره الناس بتستهين بالمرحله دي، لكن المرحله دي اثبت العلم من طب النفسي وغيره ان المرحله دي مرحله هامه جدا جدا جدا, جداً في المستقبل بتاع الطفل. انا عايز اقول لحضرتك ان الولد بيسمع كلامنا اكتر من باباه ومامته. صحيح، ودايما بيبقى رد فعله واخلاقه بتختلف في الحضانه عن ما هو في البيت. والحمد لله والشكر لله احنا عندنا مدرسه ابو رفاعي وعندنا رئيس مجلس الامناء الاستاذ عبد الحكيم. مدرسه حكومه؟ مدرسه حكومه. كويس. اللي بفضل ربنا معالي الاستاذ حكيم الرفاعي عاملينها مدرسه زي مدرسه خاصه. يعني انا عازم الاساتذه عندنا في يوم اليتيم. جايين برضو هنشوف، يعني كانك حضرتك داخله مدرسه خاصه. رغم انها امكانيات بسيطه جدا لكن هتشوفي شغل ما شاء الله. فاتمنى هو بس احنا يلزمنا ضمير. يلزمنا ان احنا نركز على حاجات، ان احنا يعني هل احنا بنحب مصر فعلا؟ هل احنا مشتركين في المنظمات وفي الحاجات دي علشان شهره ولا عشان ماده؟ انا بالنسبه لي بالطبع لا، وانا بهاجم اي حد ينضم لحقوق انسان علشان عايز شهره او عايز ماده. انا في بعض اصدقاء بيسالوني انت في المنظمه دي بتاخد فلوس؟ لا انا بدفع من جيبي. تمام. فأي حد بيحب مصر يا ريت يعمل لخدمة مصر، لأن مصر عظيمة جدا ومصر ولادة. وأنا يعني أنا بحب مصر أكتر مما يعني حضرتك تتصوري، ونفسي أعمل أي حاجة. وبقول لحضرتك لما تيجي أي حد فرصة شباب وكانت في دولة أوروبية وكان سهل جدا يبقى معايا جواز سفر يستقطب للدولة طبعا تانية. والله أنا رجعت وكان معايا خطة وقلت لا أنا لازم أفيد بلدي ولازم أعمل حاجة كويسة لبلدي. كويس. ولكن الله المستعان. ان شاء الله يحصل وان شاء الله تسيب بلدك. أكيد. إن شاء الله. ودي مكسب، يعني انك تبقى بتحب بلدك بالمنظر ده مكسب للبلد بحالها، مش أكيد. وانك تبقى ترجع تاني وعايز تخدم البلد ربنا اكيد مش هيضيع. والله الحمد لله انا أخير. انا الحمد لله وشكر الله يعني بفضل الله عملت علاقات كويسه جدا في المكان اللي انا فيه لانها مش بلدي. كل الاهالي عندي. انا لما كنا في انجلترا كان عاملين حاجه حجره اسمها اولياء الامور. انا عندي اولياء الامور يجوني، انت محتاج دعم مادي، محتاج دعم معنوي، محتاج اي حاجه. فديت تغيير ما شاء الله. يعني يمكن انا بس كلمت بعض اولياء الامور على الحفل يوم اليتيم. انا ما يعني تليفونات حضرتك وناس طبعا الحلقه مسجله وممكن تتذاع بعد اصلا يوم اليتيم، يعني عشان بس المشاهدين يبقوا عارفين ان الحلقه هتبقى بتتذاع بعد احتمال كبير بيوم اليتيم. فعشان بس ان شاء الله انا يعني انا مش بنوجه حاجه، لان انا يعني زي ما الدكتوره هند قالت ان هي مبادره ابدا بنفسك. ابدا بنفسك دي حلوه جدا. وربنا سبحانه وتعالى قال لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لو انا بدات انا بنفسي وكل واحد بدا بنفسه اكيد هنوصل وهنغير لغايه ما نوصل لمجتمع راقي جدا. كويس. جدا جدا ان شاء الله. يعني الحقيقه المنظمه حضرتك بتقول يمكن 25 منظمه على مستوى العالم، وانتوا بتحاولوا انها تضموها للامم المتحده طبعا بدون ذكر اسمها دلوقتي على الاقل مؤقتا، لكن هي الفكره انه ايه اللي بتعملوه علشان تنضم للامم المتحده؟ في شروط معينه لانضمام منظمه معينه؟ عشان اولا عشان تقدري تسجلي في الامم المتحده لازم يكون ليكي نشاط اقل حاجه سنتين. وانا بفضل ربنا يعني بقالي 14 سنه في امريكا، بقالي 10 سنين يعني مع المنظمه بتشتغل. لا حتى من نفسي ليه انا من الشغل بتاعي من الشيك بتاعي من قبضك القبض بتاعك القبض بتاعي بيتخصم اوتوماتيك. يعني جزء بيروح للكانسر بتاع مرض السرطان للمعاقين اوتوماتيك. فانا لما رحت لما دلوقتي حد من الفايل رحت للشغل بتاعي اوتوماتيك طلعوا لي الفايل بتاعي
10 سنين ان انا بعمل الاشياء هذه، يعني حاجه تافهه. انا بتبرع كثير بالدم. رحت مثلا للمكان اللي بتبرع فيه بالدم، قلت لهم ممكن لو سمحت انا عايزه هيستوري، يعني تاريخ، يقول ان انا كم صار لي معك. فطبعا لما يشوفوا اني انا مثلا بقالي سنين في المجال ده، يبقى هند السنين دي كلها عملت من مالها الخاص، يعني جه الوقت ان احنا نقف معاها. كويس. انا اوريدي اتكلمت مع واحده اسمها لورا وعندي ابوينتمنت، بس اهم حاجه نكمل الفايل، فاهمه؟ عشان الان نقدم في الامم المتحده ويتم الاعتراف. مستحيل عشان اجيب دعم. مش هقول لك انا عندي في كل العالم. وكمان حاجه ثانيه، يعني هيبصوا لها، يعني في ناس كثيره يقول لك مثلا لا هند عشان مثلا عربيه او مسلمه، تفكر مثلا بس في المسلمين او العرب يعني. تعرف هي اماكن خاصه من غير ذكر اسماء، لكن هم هيجوا يشوفوا هيلاقوا انا معايا الجنسيه الامريكيه، هيقولوا اوه دي مثلا معاها الجنسيه بالنسبه لهم. ومع ذلك هي مسلميه بالكل. وعملت كثير تبرع يعني في امريكا. يعني رحت المكسيك، يعني في تيكوانا كمان فيها فقر كتير، عملت حاجات كتير هناك. فهم هيشوفوا لسه يقول لك لا دي عملت كتير 10 سنين في امريكا. يعني دي من ضمن الشروط انه يكونوا حاسين المتقدم انت ليكي هزره، ما هيثقوا فيك ازاي؟ زي انا عايزه ادي لك مالي مثلا، او عايزه اساعدك عشان تقفي جنب الناس دي. طب ايه اثبت لي انت فعلا ان الفلوس دي هتوديها في مكان صح؟ لازم تثبتي كل السنين دي ان انت فعلا اديتي كتير من عندك. وحضرتك على مدى ال 14 سنه بتجمعي البيانات والتاريخ بتاعك معايا كله، طلعت اوريدي كل الفايل، عشان انا في نفس الشغل انا سوبرفايزر في اللوسيت شركه كبيره، فمعاهم 10 سنين، فكله اوتوماتيك من الشيك بتاعي. فانت عارفه هناك في السوشيال سيكيورتي ماي نمبر يطلعوا كل الفايل. كويس جدا. فعندي كل ما يثبت. وهنا عملنا حاجات كثيره، وفي حاجه ثانيه مهمه هنعملها. بس حضرتك بتتكلمي على المستوى الشخصي، لكن لما بنيجي ندور على منظمه، انا مش بدور بس على واحد، انا بدور على شغل المنظمه ككل. هو بالفعل تم الموافقه على المنظمه وقبولها في الامم المتحده كأول منظمة عربية تقبل في الأمم المتحدة. مدينا يعني تم قبول 100 يوم. 100 يوم عشان نقدم في خلاص نقدم في الفايل. فاحنا بتعمل شغل في كل، يعني هي بتحاول تزور أكتر من دولة اللي فيها المفاوضات عشان أجيب دعم للكل. يعني احنا هنا عملنا شغل، يعني مش هجيب لمصر بس، المكسيك، فاهمة ازاي؟ انترناشونال. الدول اللي محتاجة، أي دولة محتاجة. يعني أنا مش سوى مصر، سوى فلسطين أو سوريا، أطفال سوريا، أطفال فلسطين، المكسيكو، يعني حتى يعني غواتيمالا، السلفادور، في ناس في فقر في كل العالم. صحيح. في كل العالم. فاحنا عايزين نحاول إن ندي لهم، لما ربنا يعني وقف معايا ووصلني لمرحلة إن أنا هناك، ليه ما خدمش، ليه ما عملش حاجه للناس دي؟ عارفه ليه؟ لان انا بحط نفسي لو انا مكان الشخص ده هيكون مصيري ايه؟ لو ابني واحد في الشارع، طب لو ابني انا عندي اشرف وغالي، طب لو غاليه في الشارع او لو اشرف في الشارع هيكون مصيري. هي البدايه، البذره كده، البذره ان انا احط نفسي مكان اللي قدامي واشوف. اذا ما تحطيش نفسك عمرك ما هتحسي بيها. صحيح. عمرك ما تلاقي تحطي نفسك جوه الشخص ده، اكيد هتحسي هتعملي حاجه. طب بمناسبه ال 100 يوم، انا سامعه ان في مشروع عن اسعاد العالم لمده 100 يوم. بالظبط، يوم السعاده. يوم ايه ده؟ عاملينه يوم واحد ولا 100 يوم؟ بس انا سامعه ان هو 100. يعني بمناسبه احنا لا، هو احنا عندنا عامه في مصر دلوقتي، هي بدات الاول بمجموعه، دلوقتي احنا عندنا فرع للمفوضيه في الاقصر وفي اسوان وفي كفر الشيخ وفي طنطا وفي الاسماعيليه. وبنحاول نخليها في اكتر مكان، لان كل بلد ادرى بظروفها وفي اماكنها. كل ده معمول بجهود شخصيه وبجهود عاوز اقول لحضرتك على حاجه كمان، ان احنا يعني من فتره بسيطه جدا وجيزه جدا، ويمكن الاستاذ سماح عندها طلبات كتير جدا للانضمام كتير، لان هم افضل شيء زي ما احنا بنقول ان انت الفعل مش الكلام. صحيح. فهم شايفين على ارض الواقع، فده مخلينا الحمد يعني لله. يعني انا من سنه جيت التليفونات ما بطلتش. بالظبط. هل في شروط معينه انك انت بتقبلي متطوعين للعمل في ال هو هي عامه الخير مش ما ينفعش ليه شرط. ما فيش شرط ليه، يعني هي مفتوحه لاي بني ادم طول ما هو ملتزم بالشروط بتاعه المنظمه والمفوضيه. خلاص بالنسبه لي ما فيش اي مشكله. كويس. الخير طبعا ما فيش حاجه اسمها. مثلا بتشترطي انه ما يبقاش تابع لمنظمه اخرى، ما يبقاش لا الخير لا. في الجو السياسي انه ممكن يكون داخل منظمه دي عشان يعمل نفسه دعايه داخل انتخابات. يعني احنا لينا اكثر من نشاط في العمل العام، موجود في اكثر من مكان، يعني مش البوزيشن ده بس، لا ده في اكثر من عمل. كلنا اي واحد فينا موجود في المنظمه، وسواء في مصر او في اي مكان، ليه اكتر من شغل، يعني من شغل وظيفه وشغله في العمل العام وفي الشارع.
فبالنسبه لنا مفيش اي مشكله، خلاص ما دام ما باثرش في شيء، لكل مقام مقال، مش باثر في شيء معين خلاص. مكمل معاك. لا مكمل، مفيش اي مشكله. طيب انت عندك يوم السعاده بقى ايه؟ احنا عندنا الدكتور محمد طياره، ده المسؤول عن في مصر عن مستشار لمكافحه الارهاب، وهو تبنى الفكره ديت وبيحاول بقدر الامكان برضه. غريبه، مكافحه الارهاب والسعاده يعني بالظبط اتجاهين مختلفين تماما، اتجاهين. ولا بيصبوا بيصبوا في اتجاه واحد. ما هو انا دلوقتي اللي بيقرقني وعامل لي مشاكل وتعبني وبينشر الحزن والقلق والاكتئاب وكل حاجه الرعب. الارهاب والرعب اللي احنا فيه. فانا الحاجتين بيصبوا في مكان واحد. صحيح. ده احنا بنقول ده رساله يوم السعاده. يوم السعاده دوت احنا بنقول للناس في اطمئنان، في نظره مستقبليه جميله، في قضاء على الارهاب وعلى العنف بمساعده الناس بمساعده البلد بكل بني ادم بيحبها. والحقيقه العالم كمان اتجه لفكره، وعاملين يعني بعض الدول الاوروبيه مثلا عامله يوم للضحك، بنسمعها في هولندا وبولندا وغيره، انه عايزين يخلوا الناس تضحك. التعليم كمان الحقيقه، علشان انا حابب الطفل في انه يروح يتعلم، دي حاجه مهمه قوي ان انا اخليه يحب المدرسه بتاعته. ومن جزء كبير من السعاده ان انا ممكن مثلا اعمل نص ساعه في اليوم، كل مره في الاسبوع ساعه، انه اخلي الولاد يقول نكت، اخلي الولاد تمثل. والحقيقه دي بقينا نفتقدها، الجزئيه اللي هي التعليم الموازي، التعليم الحقيقه الحقيقي. لا هو في حضرتك ان انا اخرج من فكره القراءه والكتابه والتعليم والحساب والرياضه، ان انا اترجم ده لتمثيل وقصه وحوار. في حضرتك حاجه اسمها الانشطه المدرسيه. أنا بس احنا بقت يعني جمله كده بس. لا ما هو كنت انا يعني بتكلم مع الاستاذ هشام، مش قال لي ما هو ما تعممش. ما هو في شخص خامل ما بيشتغلش، هو ده خلاص، هو ده اوريدي راكن. لكن انا عندي، انا عامل انشطه، ويمكن عندي اللي بيقول شعر، اللي بيمثل. انا عندي ولد في سنه ثالثه ابتدائي قال لي انا بألف قصه قصيره. طب في افكار تانية نختم بيها بقى النهارده؟ في افكار كمان، في افكار تانية، بس في حاجه مهمه عايزه اقولها لك كمان. يعني الاحد ده عندنا الغريمات بالظبط بتاع السجن. يعني احنا السيدات اللي ما قدرتش انها تدفع فلوس عشان اولادها ودخلتهم، هنبتدي نعمل حصر ليهم، حصر ليهم عشان نطلعهم يكونوا مع اولادهم. بس دي حاجه انا هختم بكلمه حضرتك دي، لان الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده رساله مش بس على المشكله دي تحديدا، فكره انه لو كل واحد ساهم سواء بشكل مادي بشكل معنوي، البلد العالم كله وجهه هيتغير. انا بشكركم، شكرا جزيلا. كان معانا الدكتوره هند ماجري، رئيس مجلس اداره المفوضيه لاحد المنظمات الخاصه بالامن والسلم الدولي. كان معانا الاستاذه سماح علي محمد، رئيس مفوضيه في مصر، الاستاذ الدكتور شحات بسطويسي، المسؤول عن حمايه البيئه والتربيه والتعليم في المفوضيه. بشكركم شكرا جزيلا، وتكونوا معانا تاني قريب ان شاء الله، وتكوني رجعنا بالسلامه باذن الله وانجازات جديده. بشكركم، وصيتنا مره تانيه، اي مساعده تقدر تقدمها قدمها لبلدك، هتوصل لك في النهايه بطريقه غير مباشره. نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، واكيد فيها حاجات كتير حلوه.